لقد أثر الإسلام على الأرواح قبل العقول، مما أنتج لنا تراثاً يحمل فناً في العمارة والصناعة والتجارة والعلوم. واليوم نعود معاً لنشاهد ما كان من فن إسلامي. عندما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة المنورة، كان سقفه من سعف النخيل المحمول على جذوع النخيل، وظلت الحال على ذلك فيما بني من مساجد، ولم تكن القبة قد دخلت ضمن بناء المساجد وتصاميمها. أما أول قبة بنيت في الإسلام فهي قبة مسجد الصخرة المشرفة في القدس الشريف، والتي بناها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان سنة 72 من الهجرة، وتسنى للمسلمين أن ينقلوا بناء القباب إلى المغرب العربي والأندلس. قبة الصخرة عبارة عن بناء مثمن الأضلاع له أربعة أبواب، وفي داخله مثمن آخر يقوم على دعائم وأعمدة أسطوانية في داخلها دائرة تتوسطها الصخرة المشرفة. يقع المسجد بجوار الصخرة التي عرج بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم من فوقها في رحلة الإسراء والمعراج إلى السماء حتى سدرة المنتهى، في إحدى معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وسميت بهذا الاسم تيمنا بالصخرة المشرفة التي عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم من فوقها في رحلة الإسراء والمعراج. ويوجد أسفل الصخرة كهف به محراب قديم يطلق عليه مصلى الأنبياء، ويحيط بالصخرة حاجز من الخشب المعشق، وتحيط بمنطقة الصخرة أربع دعائم من الحجر المغلف ببلاط الرخام، بينها 12 عموداً من الرخام تحمل 16 عقداً تشكل في أعلاها رقبة أسطوانية تقوم عليها القبة. تغطي الفسيفساء معظم أروقة وجدران المصلى من الداخل، وهي تظهر عبقرية الفن الإسلامي، وكي تشكل وحدة فنية منسجمة في وحدة التكوين والأسلوب. وقطع الفسيفساء مصنوعة محلياً. أجمل وفي الزخرفة الآيات القرآنية في أعلى أقواس المضلع المثمن الأوسط، وهي تعد أقدم ما كتب من الخط العربي الجميل، ويطلق على الخط الذي كتبت به الآيات القرآنية اسم الخط الجليل. وأيضا نرى مجموعة الألواح البرونزية المذهبة التي يغطي بعضها أجزاء من الأبواب الأربعة أو الأفاريز الواصلة بين تيجان الأعمدة، وهي أجزاء فريدة في العالم لأصالتها وجمالها وغناها الزخرفي، وتسيطر عليها أوراق العنب والعناقيد المعالجة بمهارة وحرفية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم.